التقى أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ مع وزير العمل حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل. تم خلال لقاء عرض آخر تطورات المشروع الوطني لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومناقشة الخطوات التنفيذية التي ستتخذ لتطوير 5 مراكز تدريب مهني طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين الجهتين والتوصل إلى سرعة توقيع بروتوكول تعاون بين 6 جهات المعنية. ويأتي ذلك في إطار عمل محور التدريب والبحث والتطوير، أحد محاور عمل مبادرة إبدأ الأساسية، ويهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني والعمالة الفنية.